من هو المؤمن الذي صدق الله عز وجل؟ صدقه وللآخرة خير لك من الأولى. إذاً أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية، صبر على وصبر عن. والثالثة ليست سهلة، وأن تصبر على قضاء الله وقدره. يعني الله عز وجل ما سمح لك أن تنجب، جعلك عقيما. العقيم المؤمن راضي عن الله، يا ربي لك الحمد، هذا اختيارك وأنا أقبل به. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. هذا في عنده بعض الأمراض، هذا في عنده دخل محدود، هذا في عنده يعني علاقاته في عمله ليست كما يتمنى، ما في واحد ما عنده مشكلة. الآن أن تصبر على قضاء الله وقدره، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على قضاء الله وقدره. المؤمن راضي عن الله. والله حدثني طبيب قال لي جاءنا مريض معه ورم خبيث منتشر في أحشائه، قال لي آلام هذا المرض لا تحتمل لا تحتمل، والمرضى يصيحون بأعلى أصواتهم. قال لي كلما دخل عليه إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي عجيب المريض، حينما يقرع الجرس يتهافت الأطباء على تلبية طلبه. قال لي أربع خمس أيام توفي، بس غرفته بالتعبير الدارج منورة، روحانيته عالية جدا، وكل ما زاره إنسان يقول له اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. قال لي لحكمة بالغة بالغة، ولأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطي هذه المستشفى بأطبائها وممرضيها درساً لا ينسى، جاء مريض بالمرض نفسه بالغرفة نفسها، ما في نبي ما سبه، يسب الذات الإلهية، يسب الأنبياء، إذا قرع الجرس لا أحد يجيبه، بتفوت إلى غرفته في انقباض لا يحتمل، سوداوية، سبحانك يا رب، المرض نفسه، الآلام نفسها. واحد تلقى هذا القضاء والقدر برضا، واحد تلقاه بسخط. فلذلك أيها الأخوة، أنت مدعو إلى أن تصبر على طاعته وعن معصيته وعلى قضائه وقدره. ولكن الآية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الصبر سلبي، الصلاة إيجابية. يعني أنت لما تشرب دواء مر يحتاج إلى صبر، لكن بعد الدواء المر في طعام نفيس، هذا الطعام النفيس يغريك أن تصبر. الصلاة عطاء، الصلاة قرب، الصلاة طمأنينة، الصلاة حب، الصلاة ذكر، الصلاة طهارة، الصلاة مناجاة، الصلاة ذكر، الصلاة قرب من الله عز وجل. قال استعينوا بالصبر والصلاة، يعني تمتنع وبعد الامتناع في عطاء بالصبر والصلاة. أيها الأخوة، والله كنت في حمص في سفر، دعيت إلى زيارة مريض، يعني بعد أن التقيت به علمت أنه بهذه الحالة من 27 سنة مشلول على الفراش. لو حاولت أن ترفع معنوياته يرفع هو معنوياتك. زاروا عالم، قال له إن شاء الله المصير للجنة، قال له أنا في الجنة الآن، الآن أنا في الجنة، أنا دهشت لهذا الصبر،
لهذا التفاؤل، لهذا القرب من الله. بعد الساعة الثانية عشر يبدأ بمناجاة الله عز وجل. قلت: يا رب، ما هذا الدين؟ إنسان طريح الفراش من 27 عاماً وهو في أعلى حالاته مع الله. لذلك دقق دقق، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. أحياناً تعاني ما تعاني، هذه المعاناة دفعتك إلى باب الله، أقبلت عليه، رجوته، دعوته، استغفرته، تبت إليه، سعدت بقربه. وفي إنسان كل حاجاته مأمنة، بعيد عن الله، بعيد عن المناجاة، بعيد عن الإقبال، بعيد عن الحب. فهذا الذي يعيش في بحبوحة تفوق حد الخيال هو في جفوة ما بعدها جفوة، وهذا الذي يعاني ما يعاني في قرب ما بعده قرب، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. يعني الناس ألفوا أن يذموا سلبيات بلدهم. والله أيها الأخوة، كلما سافرت إلى بلد تذكرت خصائص هذه البلدة الطيبة. والله نحن في رمضان في عرس، في عرس، إقبال الناس على المساجد عجيب عجيب، تعلقهم بالله عجيب. لعل هذا من بعض المشكلات التي يعانون منها، ربما منعك فأعطاك. وفي بلاد فيها بذخ وفيها ترف يفوق حد الخيال، مع هذا البذخ والترف ما في إقبال على الدين إطلاقاً إطلاقاً. أيهما أفضل، أن يمنعك فيعطيك قربه، أم أن يعطيك الدنيا وتحرم من قربه؟ ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجباً للمؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أي آية منهج: يا أيها الذين آمنوا استعينوا على تطبيق أحكام الدين، استعينوا على الطاعات بالصبر، واستعينوا عن ترك المعاصي بالصبر، واستعينوا على قضاء الله وقدره بالصبر. لذلك له كلمة سيدنا علي مذهلة، يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. يعني يقينه بحكمة الله ورحمته قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. قل له كلمة ثانية: والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. يقين بالآخرة بأعلى مستوى. أيها الأخوة، كان عليه الصلاة والسلام دققوا، إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، لأن الله قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. صدق أيها الأخ الكريم، لا سمح الله ولا قدر أبعد عنا جميعاً الآلام والمصائب، لكن لو لاح لك شبح مصيبة وبادرت إلى الصلاة، كما أثر عن النبي الكريم: كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. فالله عز وجل يفرج عنه ويقوي عقيدته. لكن أدق شيء في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول: إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين، مع التوابين، مع المتطهرين، هذه معية خاصة، هو معك بالنصر
هو معك بالتأييد، هو معك بالسكينة. السكينة أين وجدها أهل الكهف؟ في الكهف. أين وجدها سيدنا إبراهيم؟ في النار. أين وجدها يونس؟ في بطن الحوت. أين وجدها النبي الكريم؟ في غار ثور. لقد رأونا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فلذلك المعية الخاصة مهمة جداً. إن الله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الصادقين، معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق والنجاح. أما إذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، هي معية عامة، يعني معكم بعلمه. نعم. آخر شيء، راقب إنسانين، طفل صغير على كرسي طبيب الأسنان وإنسان راشد، يقول له للراشد تحتاج إلى مخدر، والمخدر لا يحتمله قلبك، لذلك أنا مضطر أن أجري هذا العمل الجراحي من دون مخدر، فاصبر. لأنه راشد عرفان الطبيب ماهر جداً وعلمه كبير ويعمل لمصلحته. أنا ألاحظ بعض المرضى حينما يحاول الطبيب أن يجري عمل جراحي من دون مخدر يضغط على الكرسي في ألم شديد، لكن علمه بعلم الطبيب وحكمة الطبيب وفهم الطبيب وحرص الطبيب على مصلحته، هذا العلم يدعوه إلى أن يصبر. الآن طفل صغير لما يبدأ الطبيب يعمل معه عمل يبكي، يرفع صوته، يتحرك حركات غير معقولة، أحياناً يضرب الطبيب، هو كان طفل صغير جداً. لماذا لم يصبر؟ لأنه علمه ناقص. فكلما ازددت علماً ازددت صبراً، والصبر بيلغي الحقد. أنت حينما توحد وتؤمن أن الله بيده كل شيء، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، لا تحقد على أحد، تصبر. هذا الشيء سمح الله به، ما دام الإله العظيم الكامل كمال المطلق سمح به، إذاً له خير. لذلك قالوا، دققوا، لكل واقع حكمة، وقد يكون الموقع مجرماً، قد يكون الموقع مجرماً، لكن ما دام الله سمح بهذا الشيء في حكمة.